أخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليوم والبركات. اليوم حديثنا عن شجرة جميلة جدا ثبتت نجاحها بالعراق وتتحمل أقصى الظروف الجوية، وراح نشرح أسرار زراعتها وجمالها. هاي الشجرة اسمها ألبيزيا، نوع من الألبيزيا يسمى جيلبرسن، ويسمى أيضا خيط الحرير. شوف أخوان الأعزاء جماليتها في حديقة المنزلية. طبعا هاي الشجرة أخوان الأعزاء من فصيلة الألبيزيا، شوفوا هاي بدايات التزهير مالتها، تصير كون تزهيرها كثيف جدا، والشجرة مميزة جدا. طبعا هناك حاليا شوية ارتفاعها عالي، هي أزهارها الحمراء نعم واضحة نعم، أعتقد يعني بداية التزهير حمراء ريشية تكون جميلة جدا. شوف أخوان الأعزاء هاي أزهارها بالأعلى، لكن تكون حمراء بداية التزهير، لأنه حاليا ما توضح إن شاء الله من يكمل التزهير أبدي أصورها من جديد. اللي أريد أقوله بهذا المنشور حتى بعض الأمور تتعلق بالزراعة، حتى اللي يرغب يزرعها يتوجه الآن للمشاتل ويشتري هاي الشجرة ويزرعها بالحديقة المنزلية أو الدوائر البلدية تزرعها بالساحات العامة. إخوان الأعزاء هاي الشجرة ظلية مميزة جدا جدا، بالصيف تتحمل أقصى الظروف الجوية، لكن بالشتاء شجرة نقضية. شوفوا هسه اخوان الاعزاء هاي الجمال مالتها، طبعا تتميز بجمال اوراقها بالاضافه الى جمال الازهار، لكن جمال الاوراق سبحان الخالق العظيم يجعلها مميزه جدا. شوفوا هاي اوراقها تكون بهذا الشكل، مميزه جدا جدا، والتزهير يكون كثيف يستمر طول فتره الصيف. طبعا هنا انا اشوف هسه هاي مزروعه عندي بالحديقه المنزليه، هاي الحديقه الصغيره عندي من هاي الجهه. شوفوا هنا هاي من ناحيه شكل الاوراق يعني بصراحه يعني ملمسها مميز و شكلها بديع سبحان الخالق العظيم. طبعا هنا انا زارع بصفها، شوف هاي الجوافه، شوف هاي ثمارها. طبعا اليوم يوم الجمعه، ان شاء الله جمعه مباركه علينا وعليكم وعلى الامه العربيه والاسلاميه والعالم اجمع، اخر جمعه في رمضان، فحبيت اشوفكم هاي الشجره حتى اللي يرغب بزراعتها. هي متوفرة بدور وشتلات في المكاتب الزراعية والمشاتل، متوفرة في مشاتل محافظة بابل لدى مشتل بونسيانا وكذلك مشتل الأخ علاء الطائي. طبعا ملاحظة ما يتعلق باللي يحب يزرع الألبيزيا، عندنا من أهم وأشهر الأشجار مال الألبيزيا هي الألبيزيا اللبخ. الألبيزيا اللبخ هي تكون شجرة كبيرة جدا وعملاقة، وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة، ومزروعة بكثرة في المحافظات، وتتحمل أجواء البصرة أيضا في العراق، يعني توصل الحرارة إلى فوق 55 درجة مئوية تتحملها. نجي بعدها اللي أنا يعني أنصح بزراعتها أفضل من هذا النوع من الألبيزيا اللي أمامكم، هو هذا النوع من الألبيزيا يسمى ألبيزيا جيلبرسن، لكن أكو نوع اسمه كالندرة. هذا النوع الكالندرة ايضا نفس الازهار، هاي الازهار بصراحة هاي اللي امامكم، هاي شوفوا هسه هاي بداية تزهير لكنها ريشية، هاي شوفوا اذا وضحت عندكم ما اعرف، هاي ازهار حمراء ريشية. الكالندرة غير نفضية ونفس شكل الازهار، وايضا شكلها جميل، ليس بهذا الجمال يعني بالتفرعات، لكنها دائمة الخضرة وليست نفضية في فصل الشتاء. شوفوا احبائي هاي
الألبيزيا جيلبرسون. اللي يحب يزرعها ويسأل عليها، هي هاي مواصفاتها، يعني النوع مالتها نفضي وهذا جمال مالتها اللي أمامكم، يعني شكلها ظلي ممتاز جدا جدا في الصيف. عيبها انها نفضية وليست بتحمل الكالندرة، الكالندرة اكثر تحمل، والالبيزيا اللبخ الاساس طبعا اشهر انواع الالبيزيا الاكثر تحمل بالنسبة للالبيزيا اللبخ. بالايام القادمة ان شاء الله اصور لكم التزهير، راح يكون كثيف جدا جدا، لكن الان اللي يريد يتوجه ويزرع خليه يتوجه الان ويزرعها، لان هذا شكلها. طبعا متوفرة بذورها مثل ما قلت لكم بالمكاتب الزراعية لدى الاخ في عالم الزراعة بالعراق عباس العزاوي، احمد البذور، مشتى البسملة في كربلاء، وغيرها من المكاتب الزراعية المعروفة. وجمال الأوراق طبعا اخوان الأعزاء. قبل للأمانة احنا في عالم الزراعة والنباتات المنزلية اصبحنا ليس يعني مصدر للمعلومات وللتجارب ننشرها. في طبعا ما دامنا امام هاي الشجرة، في العام الماضي احد الاخوات المهندسات الزراعيات في محافظة الانبار كانت رسالتها حول الالبيزيا جيلبرسون، ومن بحثت في محرك البحث بالفيسبوك طلع لها منشور حول انا ناشره حول الالبيزيا جيلبرسون. راسلتنا الاخت والحمد لله ارسلت لها الاوراق مال الالبيزيا الجيلبرسون، وارسلت لها ايضا الازهار. كنت يعني حاير شلون ارسل الهياه لمحافظه الانبار، فاستخدمنا الكحول الموجود، يعني هذا هسه الموجود مال التعقيم، فخلينا الازهار في محلول يعني هو الكحول هذا الايثانول او ما اعرف اسمه العلمي، فحتى تحافظ على الازهار، وارسلناها والحمد لله اكملت الدراسه مالتها والبحث مالتها حول هاي الشجره اللي امامكم. وطبعا ارسلنا لها ايضا مشكوره من الاخ علاء الطائي والله يرحمه الاخ محمد الربيعي ابو جاسم الله يرحمه محمد السلامي، اخذنا لها هم ايضا اوراق وازهار الكالندره، وسوت مقارنه بين الشجرتين، والحمد لله يعني كان لنا دور في انجاح البحث مالتها في رساله الماجستير بارسال هاي الاوراق وارسال الازهار. إذن أصبحنا في عالم الزراعة والنباتات المنزلية أخواني الأعزاء مساعدين لطلبة الدراسات العليا والدراسات الأولية اللي يبحثون عن دراسة النباتات. وطبعا قبل سنتين أيضا أحد الأخوان كانت رسالته بالماجستير حول أبو خنجر وألوانه، وبالفعل إجانا وانطيناه أنواع كثيرة وألوان كثيرة حتى يزرعها، وانطيناه ازهار في الموسم من اجل انجاح البحث مالته. فهذه رسالة اخوان الاعزاء، انه احنا في عالم الزراعة والنباتات المنزلية والجروبات الزراعية والاخوان الناشطين الزراعيين يجب التعاون مع طلبة البحث العلمي لانجاح زراعة هاي الاشجار في عراقنا الحبيب وفي بلداننا العربية والاسلامية. بالختام نستودعكم الله وفي أمان الله، كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية، في أمان الله.